ابن المحدث القمي، هاي قضية عجيبة. يقول: سألت أبي، يعني المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، ليش كتابك مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى؟ حقيقة من الذين يغبطون دائما المحدث القمي على كتابه، حتى بعض العلماء نقل لي أحد مراجع التقليد بالواسطة، طبعا نقل لي من نقل عن اللي أنا في يوم من الأيام فكرت أن أترك شغلي، كنت في حرم من الأعتاب، شفت الناس ماخذين مفاتيح الجنان دا يقروا، هذا كل ثوابه يروح إلى المحدث القمي، أنا شنو مشغول؟ ففكرت أن أترك ذلك العمل اللي أنا كنت فيه. يعني هذا المدى اللي يغبط عليه، حتى مرجع يغبطه عليه ويفكر في أن يترك عمله ويذهب إلى ذلك الخط، هذا التوفيق عظيم في الواقع. يقول: سألته لماذا مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى؟ يمكن أن تكون عوامل، ولكن طبق هذه القضية المحدث القمي كان يعتقد أن العامل هو هذا العامل. قال: فقال أبي: لأنني ربطت كتابي بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وأهديت ثواب كتابي لها، هذا هو عامل هذا المدى الذي أخذه هذا الكتاب.